نكمل بقية أخبارنا، وبيعود الثنائي أكرم توفيق ومصطفى شوبير لاعبي الأهلي برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إلى القاهرة بعد الانتهاء من الجراحة اللي خضعوا ليها في النمسا بعد إصابة كل منهما. يعني أجرى أكرم توفيق عملية الرباط الصليبي، بينما خضع مصطفى شوبير لعملية غضروف الركبة، ومن المقرر أن يبدأ أبو عبلة فور عودته إلى القاهرة في تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي مع اللاعبين بعد الجراحة. ونروح لأخبار نادي الزمالك، ويجهز البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عمر جابر للمشاركة في لقاء الفريق أمام الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري العام غدا الخميس. وغاب عمر جابر عن مباراتي الزمالك أمام الإسماعيلي وأسوان لخضوعه لبرنامج تأهيلي، وكان الزمالك قد خسر مباراة سابقة لي أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد أسوان بحضور جماهير كبير لنادي الزمالك، ولكن لم يشفع لي وخسر 3 نقاط في هذه المباراة. نروح لخبر تاني، وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك صعوبة في ضم مروان عطية لاعب نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وذلك بسبب تمسك زوران باللاعب ورفض رحيله في يناير، وهو ما تم إبلاغه لمسؤولي نادي الزمالك. يذكر أن نادي الاتحاد السكندري كانوا قد أبلغوا إدارة نادي الزمالك أن هيكون في أولوية في انتقال اللاعب للفريق الأبيض حال رحيله، ولكن واضح أن في تمسك باللاعب في التوقيت الحالي. قال المدير الفني لفريق أسوان الكابتن أيمن أرل رمادي أنه ذهب بعد مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك للمدير الفني للأخير البرتغالي جوزيفالدو فيريرا وصافحه، وأضاف الرمادي: ذهبت لمدرب الزمالك فيريرا وصافحته فاحترمته، يعني كان في إطار احترام، وهو قيمة كبيرة جدا في الدوري، وأنا من المعجبين بشخصيته وأدائه، وقال لي فريقكم فريق جيد وبتمنى أنه يظهر بنفس الأداء ده أمام كل الفرق، ولم يتجاوز حدوده في الحديث. وتابع مدرب لنادي أسوان الكابتن أيمن الرمادي: قال الزمالك فريق كبير، وما حدث بين الشوطين كان توجيهات مني للاعبين بضرورة اللعب بشجاعة، والزمالك حصل أمامنا على ربع ساعة خلال الشوط الثاني، ثم عادت مرة تانية الإجادة لينا وأهدرنا انفرادين في نهاية المباراة. نقطة هامة جدا، يعني لأن هي كانت برضو من الحاجات اللي تصدرت المشهد، وطول الوقت احنا بنقول ان مستر فيريرا من المدربين القيمة الكبيرة، ودي حاجة حقيقية. جوزيفالدو فيريرا مدرب وبروفيسور ومخضرم في عالم التدريب وفي الدوري المصري، دايما نشيد بتصريحاته وتحكمه في أعصابه، ولكن يعني كل الناس احيانا يعني ما بتاخدش القرارات الصحيحه، وكان قرار خاطئ جدا جدا ادلاء هذه التصريحات والمحادثه دي من مستر فيريرا، انه يقول للكابتن ايمن الرمادي ان انت تلعب كده قدام كل الفرق. فكل فريق المفروض يكون مركز في نفسه، وتصريح زي ده حتى لو ظهر في اطار انفعال فهي برضو كانت حاجة مش منطقية ومش مقبولة. احنا بنقول كده زي ما احنا بنقول وبنشيد في التصريحات اللي بتكون مظبوطة، لازم برضو نقول ونحط كده علامة استفهام تحت تصريح لم يكن هو المناسب ولا لم يكن هو الاحترافي على الإطلاق، في وقت بنقول عايزين الدنيا تتطور وتروح في حتة كويسة. للأسف مثلا عصبية الكابتن حسام حسن تسفر عن كسر لشاشة الفار، مستر فيريرا يكون بيقول تصريح زي ده بعد خسارة، حاجات كده للأسف تقلق ما تطمنش. فكان برضو لازم الواحد يقول دي حاجة منطقية، زي ما بنطلع نقول على حاجات كويسة دي كانت حاجة مش جيدة خالص خالص ان هي تكون بتحصل، وفيها اي اسقاط، اي تصريح فيه اسقاط ان في نادي بيسيب لنادي تاني، دي حاجة غير منطقية وغير جيدة، ما ينفعش حتى تتقال في اطار تحت اي بند تحت اي اطار لا يسمح بيها خالص. فدي وجهة نظر اعتقد الكثير مقتنع بيها، وحتى لو حد زملكاوي هيكون المفروض مقتنع بيها، ان انت في الاخر لازم تكون بتحافظ على شكل معين في اطار تصريحات خارجه من نادي كبير. فبالتالي لم يكن موفق فيها مستر فيريرا، واعتقد هو ومجلس الاداره بالكامل هيكون على درايه بنقطه زي دي.